تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تبارك الله عليكم الاخوان، تحياتي لكم جميعا وحياكم الله اينما كنتم. راني غادي مرحل الغلمي ان شاء الله بحول الله من المنطقه اللي انا راني شاد فيها الكوريات لواحد المنطقه اخرى، لان ما بقاش عندي الماكله. بنادي بنادي باش راه واخا يكون على التراب حاضي، المهم خاصها ما تدخلش للبلاد، هي خاصها تجي مع الشانطي. باتشي كيتو، الكلاب هما اللي كيأدبوا الغنم. بالنسبه للتربيه ديال الاغنام، الكلاب هما اللي كيأدبوها على الطريقه ديال هاد المشي اللي كتشوفوا فيها. واخا كتكون الغنم كثيره تبارك الله، كتكون مأدبه وشاده الصف، لان الكلاب هما اللي كيأدبوها تبارك الله. هو فينا هو سي باتشي، زيد قدامي زيد قدامي هكذا. الرو خو راه هو فينا هو سير كيتعلم حتى هو، راه عنده دابا 6 شهر وتبارك الله راه كيمشي مع الكلب الكبير، مازال غادي يتعلم ان شاء الله بحول الله. تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقطة مهمة ان شاء الله، الكلاب ملي تكونوا باغيين تقطعوا شي قنطرة، الكلاب هما الاولين ديما. بيع بيع سكس 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 سكس. ملي تكونوا باغيين تقطعوا شي قنطرة بحال هكا، الكلاب ديما ديروهم قدام الغنم، لان انا ملي كنت خدام مع داك الاسباني فيرباتشي كان معايا عبد الحق، راه وقع لنا واحد المشكل بحال هكا ومات لي واحد الكلب وكان عزيز عليا بزاف، الاسم ديالو الرويو راه مشهور تاريخي. هو نصيحة ليكم والكسابة ان شاء الله، وحتى الدراري اللي يجيو يخدموا يرعوا الغنم تكون عندهم هاد الفكرة هذه، مني يبغي يقطع شي قنطرة يجر الكلاب هما القداميين ديما، عاد الغنم من اللور. الا كانت مدربة الغنم راك ما تخاف عليها ما والو، راه تبعك واخا طيح في الما طيح معاك. سكي دير على طروت اللي شاده ما بين سراغوسا وما بين فرنسا من جهه الدخله ديال تولوز. شتو هي هذه؟ ما بين البايس باسك بيلباو بيتوريا سان سيباستيان بامبلونا، هي عملتنا برا هي الكابيتان، و اتجاه ديال سراغوسا واتجاه ديال برشلونه وتيرويل فالنسيا. وتبارك الله عليا وتبارك الله عليكم ايها المتابعين الاوفياء، وتحيه لامي السعديه بنت العربي من هنا تل قلعه السراغنه، وتحيه لباتشي. او باتشي تحيه ليك، وحبس الغنم، حبس اوليدي يا باتشي، حبس. بيع 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 بيع، اللهم اغنينا بحلالك عن حرامك يا رب العالمين. ما تنسوناش من الدعاء، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا عنا، ونتمنوا من الله يرحمنا وارحم الكسيبة، لأن هذا العام هذا الماء قليل ولكن ربي كبير، إن الله قادر على كل شيء. سير السي سير سير السي باتشي سير، الله يعزك. روحو أيها الأحمر، هذا الكلية برا يلا عنده 6 شهور إن شاء الله، نتمنى من الله يخرج مزيان إن شاء الله، لأنه هو غادي يخرج إن شاء الله مزيان، عير يحفظ ربي من شر الخلق وراه يكون بخير إن شاء الله بحول الله. ايها الرخيو ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حياكم الله الاخوان وتحياتي لكم جميعا، وكنبغي نشكركم بزاف على التشجيع ديالكم والدعم ديالكم المتواصل، بارك الله في الجميع والدعوات ديالكم. باتشي هو بغى يمشي للحاشيه، يا باتشي التعب بناكي بلا ما تمشي، هي جايه راسها بناكي، هي اجي لهنا التعب بناكي. واه يا باتشي واه التعب بناكي، هي تجي راسها لكن مؤدبها الكلب تبارك الله صراحه، لان الكلاب هما كل شيء، اهم شيء هو الكلب يكون مدرب باش الانسان يقدر يعيش مرتاح مع الغنم. ودعوا معنا الاخوان بارك الله فيكم جميعا،
الله يحفظ الجميع. باتشي بيناك ياكي وين الرخو ر بيناك يا باتشي. باتشي بيناكي واحد البليده بانت ليا زينه غادي ندخلها له قشر فيها شويه يا فويرا لوريا فويرا لوريا كيتواي كيتواي بانت ليا واحد البليده زينه غندخلها تقشر فيها فويرا 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 استاتي كيتواي فويرا 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 يخرج برا ابتعد عن الغنم ابتعد عنها ايها الكحل باتشي بيناكي باتشي تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك اللهم صل على الحبيب ما بغاتش تدخل سكيت واي سكيت واي بيناكي 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 سكيت واي ما كانش بغات تدخل كاع بيناكي باتشي بيناكي بعد دخلات ما عارفاش هاد البلاد هادي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تبارك الله عليكم الإخوان تحياتي لكم جميعا تبارك الله ما شاء الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تبارك الله عليكم الإخوان وحياكم الله أينما كنتم وتحياتي لكم جميعا وشكرا لكم على التشجيع ديالكم والدعم ديالكم المتواصل بارك الله في الجميع. حال سخون واخا الغلم بقى كتاكل الخضرة راه حنا ولينا كنوردوها عزلت الحمد لله اليوم شي نعاج كانوا والدين هنايا وسط الغلم شي 40 نعجه كانت والده عزلتها وعزلت حتى شي حوليات من هادو كانوا باقيين كيرضعوا في الامهات ديولهم حتى هما عزلتهم على الامهات ديولهم لان الحال سخون دابا والحوليات راهم كبار صافي راهم ولاو قادات بروسهم يقدر يعزلهم الانسان على الام ديالهم على 4 اشهر الا بغا هادو عندهم دابا 6 اشهر غير مع كانت الماكله موجوده وكان الجو مزيان كنت مخليهم مع الامهات ديالهم اما دابا مني الجو سخن بزاف الحال سخن احنا صيفنا شهر 5 هذا والصيف سبحان الله العظيم وهذا العام كاين جفاف نتمنوا من الله يرحمنا ويرحم الجميع حتى انا راه كاين الغلم الضاره اللي غادي تولد في 25 في هذا الشهر هذا ان شاء الله بحول الله عزلت منها شي حاجه قليله وشي حاجه مازال ما مبيناش منها لواحد 15 يوم ان شاء الله بحول الله كاع اللي باغا تولد في هذا لاضات ديال 25 شهر 5 غادي تكون ان شاء الله بحول الله مبينه. سبحان الله العظيم هذا العام الاخوان راه كاين الجفاف في اسبانيا بزاف كانت تواصل مع الاسبان هنايا قال لك هاد الشيء اللي كيشوفوا دابا حاليا الناس عاشت 40 سنه وما شافتش بحال هاد الجفاف اللي راه كاين هاد العام هذا سبحان الله العظيم لان الماء ما كاينش والشتاء سبحان الله العظيم ما صباتش من شهر 12 ما صباتش كاع الشتاء نهائيا ولا ما صباتش الشتاء والماء كان قليل حتى في البرد ما غاديينش يديروا الخضره نهائيا بالمره غاديين يديروا غير الزريعه ولا ما داروش الخضره راكم عارفين الغنم الخضره هي اللي كتعيش فيها في هذيك الفتره ديال البرد كامله دابا راه كتاكل شويه ديال الكوليفلور انتم الغنم كتشوفوا فيها مقيله تبارك الله لان سبحان الله العظيم الحال سخون فويرا كذا
بالنسبه للاخوان اللي كيسولوني على هذه السلاله هذه ما عندهاش الكرون، هذه السلاله هذه هي هكا سبحان الله العظيم ما عندهاش الكرون كاع نهائيا بالمره. تقدر تولد لك واحد 700 راس ولا 600 راس، يقدروا يخرجوا لك واحد الربعات الخرفان ولا خمسه هما اللي عندهم الكرون، اما الشيء الاخر ما كيكونوش عنده الكرون نهائيا. هذه السلاله هذه بدون كرون خارقه ربي هكا. هاد السلالة هذه محسوبة على على منطقة ديال الشمال ديال اسبانيا، منطقتنا برا محادة مع فرنسا من جهة الدخلة ديال تولوز، ومحادين مع البايس باسك، ومحادين مع ساراغوستا. وكيورد في الغلم هاو حتى الفحولة حتى هما ما كيكونوش عندهم الكرون نهائيا. اي واحد النعجه والده شبتها